جديد من شركة سايونا، هي عندنا قلاية هوائية صحية وأوفن بنفس الوقت، يعني 2 في 1. ممكن تستخدموها كأوفن صغير حجم صغير 10 لتر، أو قلاية هوائية صحية بدون زيت. طبعا ممكن للفينجر تستخدم، البيتزا، الكنتاكي، ممكن تستخدموها للمعجنات، للكيك، حسب رغبتكم. احنا هاي بس حتى راويكم حجم القلاية، يعني هي 10 لتر، تعتبر حجم ممتاز عملي. طبعا الاوبشنات مالتها منا هاي التشغيل حاليا، هذا مؤقت تايمر، ومننا درجات الحرارة ممكن تتحكمون بيها، وهنا عندكم حمي، قلي، عمل المعجنات مثل ما قلنا لكم، لان هي تعتبر اوفن وقلاية بنفس الوقت. وهذه الاخيرة تشتغل قلاية بدون زيت صحية، ممكن تستخدمون زيت قليل او بدون زيت حسب رغبتكم. هذا طبعا مصباح داخلي بها ايضا، واستخدامها جدا سهل وحجمها ممتاز. هاي مثل ما تشوفون تجي وياها 3 مشبكات، ممكن تخلون اكثر من اكلة في وقت واحد. طبعا هاي المرة جاية ستيل، صار عليكم هاي كلها ستيل جاية، شكلها كلش حلو، ستيل بالكامل، عملية جدا وتصميمها جدا جميل ايضا. متوفرة طبعا لدى شركة سايونا، كرادة خارج مقابل شارع العطار.